طالما دلوقتي احنا موظفين في الهيئه دلوقتي المشكله عندنا الهيئه ثلاث ارباعها كبار في السن بيطلعوا معاشات والمكاتب كلها مفيش موظفين، العمل بيخطر، ومن الناحيه الثانيه الدخل بتاعنا بيقل. يعني المعاشات الموظفين ثلاث ارباعها بيطلعوا معاشات اللي هو كلهم دلوقتي يعني كلهم للاسف احنا لما تعيننا كان في وسط ناس يعني 55 56 فدلوقتي بيطلعوا معاشات. عندنا مكاتب مفيش موظفين، بنعاني مفيش موظفين، كل حاجه كل حقوقنا كلها بتقل، مرتبنا بتقل. تاني حاجه من حقوق النبي ان كل مفيش حاجه مسؤوليه مفيش رفع يعني احنا ما شرفناهاش. يعني دي احنا بنطالب عايزين الحد الادنى حقوقنا حقوقنا كلها بيسلبوها مننا. فاحنا بنقول مطالب عايزين الحد الادنى من مطالب المشروع. احنا عايزين تقدر يعني مرتبتنا ما بتقلش. تاني حاجه ان يعني يعينوا موظفين عندنا ابتدى بيشتغل بشغل 4-5 مفيش موظفين مرتبه بتقل. مصر زي برضه كان رئيس نقابه وكان برضه الجهه الوحيده التامينات الجهه الوحيده للموظفين اللي فيها في عز ما كانت المطالب الفئويه بتقض مضاجع المسؤولين في كل الوزارات. موظف التامينات اللي في احلق الظروف ما نزلناش، هم عمرنا ما نزلنا من 2011 و2012 و2013 و2014 وصولا ل 2015 كان الدنيا بتبقى ورقه بره واحنا قافلين علينا المكاتب وبنشتغل. عمرنا ما استغلينا ضعف الدوله ولا عمرنا استغلينا الدوله فيها وقت علشان نطالب بمطالب فئويه المقابل ان احنا نلاقي بيئه عمل صالحه، موظفين بدل اللي بيطلعوا معاش بدل ما الموظف بيقوم بدور موظف واتنين وتلاته واربعه ويا ريت عارف يقضي. بناخد شغل في البيت ومش مكفي، بنقعد بعد ساعات العمل من غير اوفر تايم ومن غير اي حاجه وبنفس راضيه ومش مكفي. احنا عايزين اهم من المطالب الماديه بيئه عمل صالحه، مكاتب فيها فران. يعني ايه مفتشه تجينا من المنطقه في المحله تخش المكتب الساعي بينزل لها شكاره فيها شغل عشان تدور بتأدي واجبها، العرسه تنزل تحت رجليها بتهرس. مره وانا قاعد في الشغل الفار يقع على ظهري وانا شغال في قسم الحسابات. يا باشا بيئه غير صالحه ابدا، بيئه غير صالحه للعمل تماما، بيئه غير صالحه للعمل. في مكاتب مفيش موظفين، مفيش اي حاجه، مفيش اجهزه. يعني كنا في المكتب، انا متعين سنه 2008 كنا في المكتب كان موظف كنا حوالي 140 موظف، دلوقتي بقينا 50 موظف بالسعاء، 50 موظف بالسعاء. فين التعيينات؟ فين التعيينات؟ شكرا. هيبقى رقبتي في رقبه ذنبي وذنب ولادي في رقبه السيد عبد الفتاح السيسي. هنفتح الدرج وهنعمل مصالح وناخد رشاوي، كل دوت هنعمله، لان ماده 18 ضمانه بكل امانه وبكل ممتاز بكل صراحه. وانا دلوقتي يمكن الكلام دوت اللي انا قلته ممكن اتسجن دلوقتي، يلا مش مشكله، بس المهم ان انا قلت اللي في ضميري. محرومين من الترياق، محرومين من العلاوات، محرومين من الملح اللي بيجي لنا، حاجات كتير، حاجات كتير قوي. وغير كده زي ما قلت لحضرتك في الاول ان في كل مناسبه في كل موسم او في كل اي حاجه بناخد مميزات او بناخد، ما خدناش اي حاجه من ساعه ما غدا وادي مسكت الصندوق. الاستاذ سرايا فتوح يعني ربنا يكفيها كل حاجه شر في الدنيا، هي اللي وقفت جنبي في كل حاجه لما كانت ماسكه.